وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. أهلا ومرحبا بك دكتور أسامة. بداية، المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن 200 جندي من بلادها سيبقون في سوريا بعد الانسحاب، وذلك لحفظ السلام حسب قولها. ما تعليقكم على هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التصريحات الأمريكية بالانسحاب هي تصريحات حقيقة مخادعة. نعم. وتتم عبر عدة لنقل أبواق. تارة تغريدة لترامب، وتارة تصريح للبيت الأبيض، وتارة تصريح للبنتاغون، إلى ما هنالك، وكلها تصريحات متناقضة مخادعة. كان الغرض منها التخفيف من الحماس التركي للدخول، الذي كان يعني حماس مع إعدادات مع يعني اقتراب شديد لدخول عسكري إلى المناطق شرق الفرات وحتى مناطق منبج. على كل الأحوال هي عملية مخادعة واضحة أمريكية ومكشوفة. فكانت تناقضات حتى في التصريحات، مرة يقولون خلال 3 أشهر، مرة خلال يعني 4 أشهر، بعد ذلك قالوا لا ببطء شديد وبخطوات يعني رزينة إلى ما هنالك. كل هذه التناقضات الحقيقة تستمر اليوم بهذا التصريح، يعني تتضح الإرادة الأمريكية بأنه وجود أمريكي رمزي، لأنه الوجود القديم لنقول هو 2000 جندي، يعني 2000 جندي أو 200 جندي لن يكون فرق كبير، سوى أن هناك توزع لبضعة جنود في كل المواقع الحساسة حتى لا تقترب تركيا من هذه المواقع أو تقصفها أو يعني تدخل إليها. إذن الخداع الأمريكي يستهدف تركيا بالدرجة الأساس، ويعني يماطل، ووجود 200 جندي مع وجود القواعد الأمريكية القريبة جدا من الأراضي السورية في العراق، هناك 5 قواعد ملاصقة لمناطق شمال شرق سوريا، تستطيع أمريكا أن تدخل يعني جنودها وآلياتها وطيرانها. بالكلام عن تركيا، اليوم هنالك وفد من وزارة الدفاع التركية في واشنطن لبحث مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. برأيكم هل تستطيع تركيا أن تقنع البيت الأبيض بملء الفراغ؟ يعني إذا قلت لك بأن تركيا استنزفت كل جهودها الدبلوماسية والسياسية وشغلها الشاغل أن لا يحصل صدام مع القوات الأمريكية، وأن تستطيع فرض ما يناسب الأمن القومي التركي على أمريكا، هذا شغلها الشاغل منذ أكثر من 2 سنين. حتى في أيام أوباما الكلام، وبايدن عندما زار تركيا وصرح تصريح خطير في وقتها ويعني فاصل، قال على القوات قوات قسد أن تنسحب إلى شرق الفرات وأن تترك منبج، ولم يحصل ذلك. الخداع الأمريكي مستمر، بقاء أمريكا في المنطقة لحماية المرتزقة من قوات قسد موجود، وربما أيضا يستفيد النظام السوري مع الميليشيات الإيرانية للتقدم في مناطق تقترب من الرقة وتقترب من مناطق شمال دير الزور. الأمريكيون يقولون أن بقاء جزء من قواتهم سيشجع القوات الأوروبية على البقاء. برأيكم إلى أي مدى ترون أن الأوروبيين مستعدون للبقاء في سوريا؟ هناك أمر يجب أن يدركه المشاهد، أن هناك مرتزقة تابعين لمعظم الدول الأوروبية، لكثير من الدول الأوروبية مرتزقة، يعني لم يأتوا بشكل رسمي، لبسوا اللباس العسكري وأتوا بشكل ما يسمى عندهم بالتطوع وارتزاق، يعني مرتزقة أوروبيون موجودون هناك. ولكن أمريكا أيضا تريد، لأن هناك موجودة قوات ألمانية وقوات فرنسية وقوات حتى بريطانية، لا تريد أمريكا لهؤلاء أن ينسحبوا، تريد فقط أن يعني تطبق ما صرح به ترامب جزئيا مع الإبقاء على قوات أخرى يعني أوروبية، ونركز على دور المرتزقة هناك مع قوات قسد. رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة الملوحي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.